هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا في الجزائر الجديدة ناس تعطش، ناس ما تسيبش الحليب، ناس ما تسيبش باش تغسل. الجزائر اليوم في الصحافة الوطنية يقول لك سعر البترول راه منذ أكتوبر هو مرتفع، والجزائر جات رفعت في الإنتاج باش تدخل دراهم أكثر. ولكن تبوني اللي قارنا درنا تحلية المياه وراح يضحك في الشعوب علينا ويقول بلي راح يحلي المياه حتى ينشف البحر المتوسط، ما كان لا تحلية مياه ولا يحزنون. اسمع هذا المواطن ببلاد وش يحكي. محمد اك تشوف يا عزوج تاع القايلة ثلاثة يكوبيو عليك الماء ما يحشموش هذا، روح الله لا يربحك يا اللي كوبيت علينا الماء قويل يا القويل سخانة تاع سيدي ربي هادي وزيتو كوبيتو علينا الماء، روحوا الله لا يربحكم ان شاء الله يكوبي عليك ربي ان شاء الله بعد العواشر يا ربي ان شاء الله يغلق عليك. انت عندك الماء في دارك باش انت مسؤول ها سخانه يا سخانه الزوج تاع القايله ثلاثه ما كاش الماء في ديارنا في باب الواد، والله ما تحشموا والله رانا في العواشر رانا في العواشر خافوا ربي يا ناس. هذو ما يخافوش ربي، هذو ما يخافوش ربي لانهم عرايا لانهم فيواد. هادو يخافوا حاجه واحده، يخافوا الشعب لما الشعب يتوحد، لما الشعب يخرج لهم كما خرج في 2019 يعودوا يترعدوا. خلاف هذه ما عندهم يخافوا، دونك لابد ان الشعب هذا يتوحد ويخرج لهم ويطردهم يعودوا ياكلوا في بعضهم كما داروها في 2019 عادوا ياكلوا في بعضهم ويضربوا في بعضهم ويدخلوا في بعضهم للحباس. دونك هذيك الجزائر الجديدة اللي ما همش قادرين يوفروا فيها قطرة ماء للمواطن. زي نشوفوا الجزائر الجديدة كيفاش أولادها يهربوا منها بعد الفاصل.